وجودي كل وجودي بين يديك شلون يصير وانا ملكك ابخل بدمي عليك انا ما املك وجودي كل وجودي بين يديك شلون يصير وانا ملكك ابخل بدمي عليك من اطبر راسي اصرخ ريت مو راس انطبر ريت يجوز علي شرعا واطبر بعرق النحر لكن الله بهالقرار علي حرم الانتحار ولولا تحريم شفت كل عاقل بحزن انتحر وما يوفي حق ضلع واحد من حسين انكسر حيدار 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 يالذي تشكل علينا راح ابين بالرواح عدنا قانون بفقهنا كل فعل اصله مباح الا لو سبب ضرر هنا محل حجي ونظر وانا سألك بالعقل مو بالتهجم والصياح هم شفت مرة مطبر مات من نزف الجراح لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقين اصدرت فتواه زينب مدرأة رأس الحسين لا تسل يا أصدرت فتواه زينب مدرأة رأس الحسين من واحي المعصوم أنقل مو أدلة واهية وبدعاء الندبة أقرأ والزيارة الناحية شوف شعن بهالكلام تأمل بقول الإمام هنا ندب هالقضية عين ويا عين الباكية مو دمع يبكي إمامك بالدماء الجارية حيدار 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 من أشيل القامة بيدي أرداراوي الأجنبي أحسيني مو عيسى بن مريم هو يفهم مطلبي هو بيجروح المسيح وأنا بيجروح الذبيح مذهبي ولا تعتقد بالدم أشوه مذهبي زينب بهذي بدت وأنا طريقي زينبي لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب